أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله
حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات صدق الله العظيم.